طيب عبر زوم نيبوشا المدير الفني السابق لنادي الزمالك. نيبوشا مساء الخير. Good evening. مساء الخير، تحياتي لكل المشاهدين. سلامات كل مصرية. سلام لكل المصريين. بتشرف بوجودك معايا، وطمني عليك وعامل ايه في الاهلي القطري. كل شيء على ما يرام، وانا سعيد جدا ان اكون موجود معكم اليوم. رايك النهارده في مباراه النهارده، ورايك في اداء المنتخب المصري؟ كاميرا في الجهاز الذي اتحدث منه، وانظر الى التلفزيون وانا معك ايضا. رايك النهارده في اداء المنتخب الوطني امام منتخب الاردن؟ هذا معناه أنني أستمتع بكأس العرب ككل محبي كرة القدم وكل من يحبون كرة القدم العربية. رأيك في أداء المنتخب الوطني النهاردة؟ للأسف أنني لم أتمكن من مشاهدة المباراة اليوم، ولكن عرفت معلومات كثيرة عن هذه المباراة، ولكنني شاهدت كل مباريات المجموعات. أنا راضي تماما عن مستوى فريق مصر، ورأيت بشكل مباشر كيفية قيام المدير الفني وطاقمه من استبدال اللاعبين وعمل تدوير بين اللاعبين وخلق جيل جديد. هذا يخلق أجواء جديدة، وبالتأكيد أصبح لديه لاعبين جدد غير محمد صلاح على سبيل المثال، أو مصطفى محمد الذي يلعب في جالاتا سراي. هناك لاعبين آخرين، ستكون منافسة قوية جدا بين اللاعبين، وهذه المنافسة القوية هي التي تفرز لاعبين ذوي جودة عالية، وربما يكون سبب مباشر في تطوير المنتخب المصري. تتوقع المباراة النهائية يكون طرفها مين؟ تحدثت عن هذا الموضوع من قبل. بالنسبة لي أرى قطر لأنها البلد المضيف، وهو فريق جيد أدى بشكل جيد وأحرز نتائج جيدة أمام فريق قوي مثل فريق الإمارات. وأيضا أرى مصر، والمباراة الجارية حاليا بين الجزائر والمغرب مباراة قوية، ولكن أنا أرشح الجزائر منذ البداية. الأمر سيكون مشوق جدا، ولكنني لا أستطيع أن أكون جيد في التوقع، ولكن إذا كنت أرشح فريقين فأقول قطر ومصر. من وجهة نظرك، لو انت عندك امكانية تاخد لاعب من مصر، تاخده من نادي ايه، ومين اللي تاخده معاك؟ هذا سؤال قوي. اولا ساخذ اللاعب الذي احتاجه في المركز الذي انا محتاجه، ولهذا السبب اقول ارى ان الدول العربيه السوق في سوق اللاعبين في الدول العربيه مفتوحه، وانا اتابع كل الفرق العربيه في كل الدوريات العربيه، وأجد أعتقد المغرب أحرزت هدف، وأعتقد أننا سنشاهد ضربة ترجيح. أنا أحاول مع النادي أن أجلب لاعبين من الزمالك، وحاليا وسنتفاوض. زي مين؟ It
دائما هناك لاعب في ذهني، لأن وقت الانتقالات لا زال في يناير، لن أتحدث عن ذلك في الوقت الحالي، ولكنني سأحاول أن أفعل كل شيء. أن حاولت كل ما وما في وسعي أن أضم أوباما الصيف الماضي، ولكن لم يتم قبول هذا العرض للأسف. محمود علاء وشيكابالا، رأيك فيهم إيه؟ من لاعبين من مستوى رفيع، ولا حاجة لأن أقول تعليقات خاصة. ربما شيكابالا سنه هو الذي سيصنع الفارق، ولكن شيكابالا هو الذي يعطي لمسة مختلفة للزمالك بخبرته. محمود علاء هو ذلك اللاعب الذي يتمتع بقوة ومهارة ويستطيع أن يعطي الكثير لكرة القدم المصرية. أنا أعرف أنه في وقت في أزمة حاليا، ولكنه فاز ببطولات كثيرة ولعب مباريات كثيرة والكونفدرالية، وفي بعض الأحيان كان هو هداف الدوري. ففي ذلك الوقت أنا قابلته هنا في قطر واقترحت عليه من جانبي أن يغير النادي، لأنه سيضيف قوة وحافز في وتحدي جديد لمسيرته الكروية. ومن الأهم بالنسبة للاعب شخصيا أن يقول أو أن يحدد التوقيت الأنسب لانتقاله أو تركه لفريقه القديم، ربما انتقاله من بلده إلى بلد آخر ويأخذ تحدي جديد. نيبوشا بشكرك شكرا جزيلا. نيبوشا المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا.